الصباح كعادتها ناضت الصباح مع الفجر، بقات فايقة كتدور في البيت وتلمط وتطوي. دخلت للدوش دوشات وخذت وقتها فيه مستمتعة فرحانة، حتى كتسمع التليفون كتصوني وهي تخرج كتجري في بنوار، لقات نمرة غريبة عمرها اتصلت بها. جاوبات باستغراب: ألو؟ رد عليها بصوت هادي: ألو خديجة، معك يوسف. خرجوا عينيها أو بالأحرى تقلبوا الفات وقالت: شكون يوسف؟ يوسف عند كنت معاكم البارح في العشاء. آه السي الوزير. سمعت ضحكة طويلة منه قال: مهمة خديجة، واش مسالية؟ آه علاش؟ غير نهضروا شوية وصافي. واخا نص ساعة هكاك غندوز للوطيل فين جالسين نتوما. أوكي ما تعطليش، صافي يلا تهلاي فراسك. قطعوا. بقات حاطة التليفون في ودنها مصدومة، وكلمة تهلاي فراسك كتكرر في ودنها. رجعت للوعي ديالها وبدات كتضحك من الفرحة. خرجت كتطير، دقات على رحمة خرجت عندها مدهشرة بالنعاس. مالكي؟ عيط ليا في التليفون قال لي نهضروا شوية. شكون؟ والوزير. خرجت رحمة عينها: حلفي قولي والله. قايله هو قال لي نص ساعة يدوز عندي هنا وما نتعطلش. واش انت اللي عطيتيه نمرتي؟ انا؟ لا. المهم زيدي دغيا لا يصدق داير بالناقص. دخلتها رحمه ورجعت لبيتها، جابت عرمه ديال الحوايج لاحتهم على الناموسيه وبدات تلبسها وتقعد ليها. لبست لها سروال توب طويل واسع من التحت مع جيلي كلاس طويل حتى للركبه، وبودي ابيض مزير من التحت. جاتها اللبسه رماديه انيقه وصبيبات بلوف فولار ابيض كيما مولفه ديرو. عكرت لها لون فاتح وجبدت لها عينيها مزيان، زيناتها وقادتها وعطراتها ولبسات جلابتها وهبطات معاها كتوصي وتعاود: عندها كيتفلتي الخرجة؟ راه ما عمرك تلقاي بحالو في حياتك، تبتي ورزني. عاودني منك تمشي ديري شي حاجة ما تعشقوش يدير بالناقص. وعلاش بغى يهضر معايا؟ شنو بغى يقول ليا؟ طالله ما يتقال، راه وقع بيناتكم الغلط وما هضرتوش فيه، خدمتي عنده وما عرفتيش، هضرتو في الواتساب. اوف شحال في الساعة دابا؟ ياك قال غيجي من دابا نص ساعة. انا اختي ما فهمتش علاش قلت ليه واخا، تلفت غير قال لي نتلاقاو في ساعة قلت ليه واخا. تفو ندمت، يا ربي ما يجيش، يا ربي يجي. سكتي ويلي دازت نص ساعة، فين هو؟ غيفيق حمزة ما يلقانيش غيحيي عاوتاني. اوف فين تعطل؟ اختي هرجعو نقول ليه راه غلطتي في النمرة ولا شي حاجة. يخ انا بحالي الا كنت واجدة غير كنتسنى هادشي اللي غيقول لي عقله. لا فرق كبير، راك كتعرفيه وخرجنا ماشي اول مرة تشوفيه. صافي بغى يتلاقاك يتلاقاك. وقفوا كيتسناو وتعطل عليهم. تداز الساعة عاد بانت ليهم مرسيدس طويلة كحلة، وقفت قدام الباب وهي ترجع رحمة باللور كتدفع خديجة. سيري جابو وحدو المسخوط. سيري دغيا ما غيبغيش يبقى واقف، راه كلشي كيعرفو. هو بلاتي يقولها لي بعدا، مازال ما كملات هضرتها صونا ليها في التليفون. الو انا لتحت. واخا قطعات. شافت فرحمة بحال الا غادا تدوز امتحان، باينة غنزبلها مع السي الوزير هاد النهار. هزقاش من ضربي ليا كلشي في الزيرو. سيري وهضري عادي كيما انتي، ما تخلعيش، حسبيه ماشي وزير. يلا سيري. خرجت خديجة كتشوف قدامها نيشان وهو يخرج بالزربة داير كاسكيطة نظارة الشمس، لابستي الشورت زرقاء وتجين. سلم عليها باليد وحل ليها الباب. طلعت وطلع حداها. بقات رحمة كتفرج وتفرنس متبعة السيارة اللي غادية بعينيها تقفزها التليفون. الو؟ جاوبها حمزة بعصبية: غطلعي دابا ولا نهبط نشوى امك تما. صافي انا جاية. مشات كتجري غادي حداه وهو صايق وكيشوف قدامه ويهضر بابتسامة خفيفة: لاباس عليك خديجة؟ الحمد لله، وقيلة مازال مخاصمة معايا. ضحكات وقالت: لا دار شاف فيها ابتسامة وقال: هاد لا واش غير دابا ولا ديما؟ ضحكات وهي كتشوف قدامها يديها كيرجفوا بوحدهم. عيات تهدن راسها لكن ما قدراتش. سكتوا هما غادين وهي كتشوف راسها خارجة على المدينة. تبخرت الابتسامة وتخلعت، بدات تبرق في عينيها بصوت متوتر وقالت: فين غادين؟ حس بها خافت وشاف فيها ابتسامة وقال: غنخطفك. ضحكات بمجاملة، كتخفي خوفها وسكتات حتى وقف في مكان خاوي فيه مقهى كبير بحال اوطيل كيطل على البحر. ونزل بقات غير كتشوف وتزاد عليها الخوف على الحشمه وهي تدوخ وتلوى لها لسان. ما قدرتش تنطق، فتح عليها الباب نزلات كتشوف فيه بحذر وكتبتسم بمجامله غاديه بجنبه كتسول: فين حنا؟ غنجلسوا شويه هنا وصافي. ما شافت لقاه ولا والو، بان ليها غير البني كبير عنده باب الدخله من جهه الغابه، وبدات كتبلع فريقها وغاديه كتدور في عينيها. شافت الناس تهمه جالسين تما وكل واحد على ياش مجمع، وطمئنات فاش شافت راسها ماشي غير هي بوحدها وانما كاينين الناس معاهم.
وقف خلاها كتمشى قدامه وهو مراها، وكل مره تلفت كتسول بعينيها فين تمشي، وهو كيشير لها بيده بطريقه لبقه حتى خرجوا لطراس اللي كيطل على البحر. كان خاوي وكيبان عالي وفيه فطويات مريحه وطويله. المكان خالي وغير جوج الناس من الطبقه الراقيه اللي جالسين مقنتين كيهضروا وما كيشوفوا في حد. وحتى يوسف جاي لابس عادي بحال جميع الشباب في السن ديالو باش ما يلفتش انتباه. شار ليها بيدو جلست، عاد جلس بجنبها وابتسم. عجباتك الخطفه؟ بقات غير مبتسمه. شنو تبغي تشربي؟ غير الماء. كانت هذه اول جلسه ليها في مقهى، وبالطبع ما عارفه ما تطلب وحشمانه وخايفه تحرج. حرجها بلا ما يرد البال وقال: جيتي هنا غير باش تشربي الماء وصافي، قولي شنو بغيتي. بالتلفه خرجت من فمها: قهوه وصافي. حرك راسه بالايجاب وتكى على الفوتو كيسرح عيني في البحر. حتى جا النادي اللي قدم ليها اللي هي كابوتشينو وهو قهوه عاديه. زاد الصمت في المكان وزاد احراجهم بجوج. شدات القهوه شربت منها شويه وهي ما متيقاش راسها، جالسه معاه بجنبه وعاطيها وقت اللي عمرها كانت كتظن انه غيجي نهار وتعيش هاد اللحظه. شويه بغات توقف وقالت: غنمشي نغسل يدي ونرجع. واخا. شعر بيدو لواحد النادله اللي حاضياهم من بعيد بابتسامه، وكان شكها في محله من اللي قربت منهم. شافته تاكدت انه هو الوزير الوسيم بشحمه ولحمه. بدات كتغزل ودات خديجه للحمام ورجعت قالتها الاصدقاء اللي معاه. رجعوا تما كلشي كيشوفوا فيه وكيتشاوروا بيناتهم. يزعم يمشي ياخذ صوره معاه، اما خديجه فلقات الفرصه فين تنفس بارتياح وترتاح من الارتباك والتوتر والخجل. غسلت يدها بالماء بارد ورجعت راسها وحده. شافت في ديك القهوه ديالها وجلست منويه. زاد كمل عليها تناويها يوسف اللي قال بهدوء: شرب القهوه ديالك. حشمات وهزات الفنجان شربت منه ما هي الا دقائق قليله، حتى بدا عقلها كيكذب عليها وبدات كتيق اوهامها وداكشي اللي في المسلسلات. بدات كترمش بحال الا داخل زعما كتشد في راسها. هو يقول لها: مالك فيك نعاس؟ ردات عليه بصوت خافت ثقيل: لا، حسيت بالدوخه. شافت فيه بعينها ذاب اللي من بعد ما سيطر عليها الشك والخوف والاوهام والتخيلات وخلوها كتيق عقلها اللي كيتحكم في حواسها، واللي خلاته هي يتيق انه كاين شي حاجه في الكاس حتى كيفيقها يوسف بجملته اللي خلاتها ترجع للوعي ديالها وتبخر تخيلاتها. طلع حاجبه وابتسم: وقيلا درت لك شي حاجه في الكاس باش تدوخي. وكذات وحنا راسها حشمانه: لا ماشي هكاك. جاوبها بابتسامه جذابه وقال: وهذا الشيء اللي بان ليا. باش تاكد انه على خطا هزات الكاس وبدات كتشرب منه. هو يقول: يمكن اول مره تخرجي مع شي واحد. لا، اول مره. هو من حقك تخافي على راسك، الوقت خيابت، مبين عليك زعما فاهمه وعارفه. فين وصلتي في القرايه ديالك خديجه؟ جاوبته بصوت خافت ما راضياش بها: ما قريتش، حديت تاني وخرجت. هو علاش ما كملتيش؟ با كان مريض والمدرسه بعيده، وخويا اللي كيوصلني خرج خدم حيت ما كاينش اللي يخدم. صافي وجلسوني باش يتهناو. علاش منين انتي في الاصل؟ انا من ازرو. متشرفين. باينه في الملامح ديالك ماشي من جهه كازا، وحتى الهضره ديالك في شكل غير رحلنا حيت خويا لقى خدمه في كازا وما كاين معاه ما نبقى انا وبا، ومشينا معاه. علاش الام ديالك ما كايناش؟ حضرات راسها بحزن وقالت: امي مسكينه الله يرحمها ماتت وانا ما عقلاش عليها، كنشوفها غير في التصاور القدام وصافي. كيقولوا كنشبه ليها بزاف فاش كانت يما امي مريضه في الجبل، كانت داتني وانا صغيره عندي عام. كلشي كان كيسحب ليه يما غتموت حيت مرضات بزاف. الساعه امي مسكينه اللي ماتت 3 ايام ديالنا فاش مشينا للجبل. كلشي تصدم، ما عرفوش كيفاش وقعت ليها وهي عندها يلا 16 عام. ماتت موت الله، ويما اللي كانت كلشي كيسحب ليه غدا تموت رجعت صحة سلام. بحال الا كان مرضها سبب باش تمشي امي ويكتب ليها تموت تما. يما اللي رباتني عندهم في الجبل، حتى بغيت نقرا وهبطات من الجبل قربات الفيلاج فين ساكن با. حتى الفيلاج بحال الجبل، غير هو فيه الطريق باينه وفيه واحد المدرسه وحانوت واحد. دخلت نقرا في التحضيري، الساعه ماتت يما. ولو كل مره عند مني يخليوني، مره عند عمتي، مره تديني لخالتي، وبا حتى هو ما لقى شكون يقوم به. تزوج جاب المراه للدار وديك الساعه جابوني ليها. انا هادشي ما عقلاش عليه، كيعاودوا ليا غير با. قال لي كانت خايبه مرتو وكتنساني بلا ماكله حتى كيفكرها هو. كنت عندها بحال القط في الدار ماشي بنادم.
شاف حتى عيا وطلقها قبل ما يولد معاه وحلف ما يعاود يتزوج. هو يخرج من المدرسة وبدأ يخدم باش نتعاونه، هو كان اللي كيديني ويجيبني القسم الجاوج. ديك البلاصة كان فيها البرد قاصح والثلج بسبب وما تبى، مرض بالكلاوي عيا يمشي ويجي ويداوي، في الاخر مات وبقيت انا وخويا عايشين بجوج. فاش كبرت شوية بديت كنخدم، كل مرة فين كنخدم ونعاونه ولا نهز غير راسي. بعدا داكشي اللي درت كنقول الخدمة ماشي عيب، مهم فاش ما جاب الله كنخدم. تعلمت الخياطة من خالتي اللي كانت خياطة، وشرى لي خويا ماكينة في الدار وبديت كنخيط للناس. وفاش جاتو الخدمة لكازا، حيت في أزرو ما عنده فين يخدم تما، جينا لكازا وبعنا ديك الدار وشرينا في واحد الفيلاج خارج بزاف على كازا. صافي تما كبرت كنخدم هنا وهنا حتى تزوج هو، ومرتو بغات تولد ما كانش عنده الفلوس ديك الساعة، باع الماكينة ديالي اللي كنت كنخدم بها مرة في الدار الناس اللي كنعرف. وديك الساعة بديت كنقلب على فين نخدم، تنهدات وقالت هادشي اللي كاين. هي كتعاود وهو كيشوف فيها ساهي متأثر، شاف فيها تخنقات من اللي تذكرات ذكرياتها. هو يفتح لها قرعة الماء وقال بحنان هاكي شربي. شكرا، شدات القرعة شربت منها وحطاتها، وهو ساهي كيشوف قدامه ويخمم. وقيل ماشي بزاف باش جيتو لكازا، حركات راسها بالنفي وقالت لا غير هادي شي عامين تقريبا، حيت جينا لهنا تزوج خويا، اما حنا كنا ساكنين في ازرو. قال من بعد تنهيدة طويلة الله يرحم جميع الموتى المسلمين امين. شغنقول لك سمحي لينا بزاف على داك الشي اللي وقع ديك المرة، حيت بالصح ما كانش علينا نتهمك بالسرقة، غلطنا وغنبقى ديما نقولها لك خصوصا دابا ملي عرفت قصتك. الدنيا هانية حتى نتوما ما كنتوش عارفين شنو وقع لك ديك الليلة بالضبط. اودي ديك الليلة عمرني ننساها ولا ننساها، سمعتك كتقولي شي هضرة ديك النهار ومع كان نايت صداع ما قدرش نفهم مزيان شنو كنتي كتقولي. داك النهار فاش شديت الخلاص ديال التكشيطة مشيت شديت طاكسي صغير، بدات الحكاية من اولها وبأدق التفاصيل ديالها وشنو وقع لها وكيفاش سلكات حتى اللحظة اللي رجعت لدارهم القتلة ديال العصا اللي كلات من فوق ديك الخلعة، وحرم عليها خوها الخرجة من الدار حتى برد خوها عاد رجعت الخدمة ديالها من جديد. يوسف تبع معها بكل حواسه وتركيزه وقال هاد مول الطاكسي هذا عقل على الماتريكيل ديالو، فين غنعقل انا على الماتريكيل وانا غير شديت وركبت وما شفتش كاع غاديين بيا حتى رميت راسي من جنب ديال الطاكسي. وإلا شفتي غتعرفيه؟ اه نعرفه، ما عمرني ننسى على كمارتو طول ما انا عايشة. هذا يعلم الله شحال من وحدة خرج عليها وشحال من بنت كرفص عليها، هذه راه عصابة ما خصهاش تبقى حرة. ايوا راه غيكونوا ضحكوا على الناس ماشي غير انا، حيت غير طلع حدايا هذاك قال له تحرك وتحرك الطاكسي يعني عارف البلاصة. بدا كيتحلف ويحرك راسه، ولا عليك غادي يتجبدوا ويتربعوا باش يبقاو عبرة للآخرين اللي بحالهم غير بلاتي. وكان ممكن يوقع لك نفس المشكل نهار خرجتي من السبوع في داك الليل. لا ديك الساعة شديت طاكسي كبير مشاكيل، كون غير طلعتي نوصلك ما كانش يوقع هادشي، ولكن كل شي بالمكتب هو اللي خلانا نجلسوا هاد الجلسة. ومن هانيت نشوفوا ديك المدينة المنسية اللي قهرهم البرد، لا سبيطارات لا مالا كهرباء. باقي لدابا الناس كيموتوا بالبرد وكاين اللي كيموت مقتول قاع وما كيسيق ليه حد الخبار. حنا تما بحال الا عايشين في الغابة، عندنا الجدارمية وما عندناش البوليس، والجدارمية قليل فاش كنشوفوهم حيت اصلا في الجبل ما كاينش طريق باش يوصلوا لتما. ومساكن حتى اللي كيموتوا كيبغيو يدفنوهم كيلقاو غير ثلج، ما كاين فين يدفنوهم، عاد كيبداو يحفروا بالبالة باش يوصلوا للارض. يوسف غير ساكت وكيسمع وكيوعى بداكشي اللي كتعاود ليه خديجه، وكتحل عيني على حقيقه اعترف بها قدامها. هادشي هذا وهاد المناطق كامل كيبانوا ليا انا كاع، الدوسيات ديالهم منفية، حرام واش كيتحط ليا شي دوسي ديال هاد القرى. واخا كنشوفهم في التلفازة كنقول علاش ما كينزلوش من دوك الجبال اللي قربوا شوية المجمعات السكنية باش بلا ما نبقاو تابعين اي واحد مشى بعاد وسكن في راس الجبل ويقول بغينا الطريق وبغينا الضو والماء، يهبطوا شوية فين نقدروا نجمعوا كل شيء. شافت فيه باستغراب وقالت راه ما يمكنش حيت دوك الناس ماشي هما اللي اختاروا يسكنوا تما، راه كبروا لقاو راسهم تما وأراضيهم مناش عايشين تما وحياتهم تما. التلفازة اللي شعلتها يعني الدراري الصغار يهربوا حيت ما عارفينش التلفازة شناهي وعمرهم شافوها، وما عندهم شكون ينقل لهم الأخبار ويفرجهم، لا ريزو لا ضو بحال الإنسان الحجري. هادشي غيجيك غريب ولكن راه بصح كاين،
كاين اللي ما عارفش التلفازة حيت عمرو شافها وكيتخلع منها، وحتى الا بغاو ينزلوا يقربوا من الفيلاجات راه ما عندهم فين يسكنوا، خاصهم على الاقل فين يسكنوا، خاصهم الارض اللي يفلحوا، واش ينزلوا من جبل ويتفرجوا؟ ما يمكنش، راه الفلوس ما عندهمش، واكلين شاربين من الاراضي كيفلحوا وكيتسناو الموت. اه بصح كما قلتي الامكانيات باش يقربوا ما كيناش، وما يمكنش يخليو ديورهم واراضيهم وهما ما عندهمش البديل، حتى الارض باش تفرقها على مولاها صعيبه وصعيبه بزاف. اوف ودوسي هذا واش من دوسي. خديجه لقات يوسف غافل على شحال من حاجه، بقى فيها الحال حيت بلادها حتى واحد ما كيتفكرها، وبكثره ما كيشوفوهم في التلفازه ولاو كيبانوا ليهم عاديين بحال الا داك الثلج اللي عايشين فيه غير رغوه ماشي برد كيجمد العظام. الموضوع اللي كيهضروا فيه خلاهم يخرجوا من الخجل ويناقشوا بوضوح، وخلى خديجه تعطي وتوضح بعض النقاط وتحلي عينيه اللي هو غافل عليهم، وهضره كتجيب هضره والوقت كيدوز ما حاسينش به. حتى هو بدا كيعاود ليها على حياته من طفولته وكيفاش دوز الفقر، وحسسها انها ماشي غير هي اللي عاشت المعاناه وانما منها عدد ممكن تشوفه ضاحك ولابس مزيان وميسور ويقول عليه الواحد زاد هكاك. وصل حتى لسفارو لامريكا وكمل، سهل الله ومشيت لامريكا، تما كملت قرايتي حتى تخرجت ورجعت. ما كنتش الصراحه ناوي ندخل لعالم السياسه ولا فكرت فيها شي نهار بمره، جا السبب هو الدوار اللي كنتمي ليه طلبوا مني نترشح ودرتها في الله. دخلت لعالم السياسه وخداني داك العالم ومشيت معاه، لكن عمرني قلت شي نهار نكون وزير. شوف ما دار الله، وانما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. هذا ما بغى الله عز وجل، تلقيت راسي وزير غير بالضحك، ابتسمت وقالت بعيون ترجي خجيله، شوف الله يرحم لك الوالدين ازرو، راه حتى واحد ما كيفكر فيهم. غادي نشوف الله هودي، كوني هانيه دابا ندير لها شي مشي على غفله فين يحصلوا كاع دوك المسؤولين اللي تما. غير تهني تاكلي شي حاجه ياك ما فيك الجوع؟ لا لا شكرا. هز الموني حلو قدامها كان كله مكتوب بالفرنسيه، دارو بينو وبينها كيوريها عارفها ما غتعرفش تقرا، وحاول يتفادى احراجها بقول انتي شوفي غير تصاور اللي عجباتك حطي عليها صبعك. كما كندير انا كناكل بعيني، ننصحك الى عزيز عليك الحوت اختاري الحوت، حيت هنا الحوت جديد وزوين، ميس الوحده هذه خصنا نتغداو. ضحكات حاطه يدها بالمقلوب على نيفه وشيرات بصبعها في ما جاب الله، حطوا لها هي حوته وحطوا ليه هو بايله، بدا ياكل بشويه وهي كتنقب حشمانه كتصرط وتاكل على خاطرها، كتشوف ليه في يديه البايله اللي عنده حتى انتبه ليها وقال جاك الحوت ناشف يمكن تبدلي بشي حاجه اخرى؟ لا لا شكرا بالعكس زوين. ايوا مالكي ما كتاكليش؟ انا كناكل. في خاطرها ما كرهاتش تقابل مع ديك الطبله بوحدها تاكل كلشي في خاطرها، بكثره ما ريحه السمك عاطيه كتشهي وهي حشمانه منه، بزز منها حطوا ليها الطايله حتى هي وشركوا كلشي، وشويه بشويه بدات كتطلق وكتاكل، وهو كيهضر مره مره يهز عينيه فيها ابتسامه جذابه ويقول حتى انت تبارك الله عليك عندك ما تقولي في الطياب. ضحكات وقالت شكرا. الحلوه اللي في الطباسه اللي لقيت عندي انت صايبتيها؟ هزت راسها كتمضى وحركاته بالايجاب، فريمون ما عندي ما نقول، مشكله دابا فين غنلقى شي وحده طباخه ماهره بحالك؟ شنو هوايتك يا خديجه؟ انا الطبخ كيعجبني بزاف واخا ما كنعرفش ليه كامل، مهم الا لقيت القوام كنبدا نجرب ونصنع شي حاجه جديده لراسي. وعلاش ما درتيش الطبخ ملي لقيتي راحتك فيه وكيعجبك ديريه؟ لا لا ما يصلحش. وعلاش؟ حيت ما غنفعني بوالو، الخياطه واخا ما كنحملهاش كنستافد منها، كنخيط راسي والناس مهم كنربح، اما الطبخ ما غنستافد منه غير الا زدت فوق الشبعه وصافي، واصلا كما قلت لك راه الامكانيات اللي ما عنديش باش نتعلم. الخياطه كون ما خالتي اللي علمتني ما كانش عندي باش نتعلم. ايه بصح البنت صعيب عليها الحل، الولد كما كان الحال راه كيهز راسه، اما البنت غير الا عندها شي زهر فين تنجح، لكن باش تختار حياتها ومسارها قليل فين غيخليوها. تمنيت كون كملت قرايتي كون وليت طبيبه ولا مهندسه، المهم حسن من كيما راني دابا. انتي ما اختاريتيش حياتك يا خديجه، وحتى واحد ما اختار حياته، كل واحد وشنو عطاه الله. الا كنتي مازال باغا تقراي رجعي تقراي، الصراحه ما كرهتش والله. دابا الا قلت لخويا نرجع غيضحك عليا، دابا شنو قلتي لي باش جيتي مع رحمه؟ هو كيعرفها وعارف ما عندي صحابات، وعارفني كنعرفها غير هي بوحدها، داكشي علاش خلاني. اصلا دابا تزوج وولد ما بقاش كيما كان، تبدل بزاف خويا.
عادي، ما عندكش علاش تقلقي، اي واحد دار دارو ولادو كيتبدل. هو كان حنين بزاف وكيخاف عليا، ماشي بحال دابا. قلت شي كترشي، الا خلاك رجعي كملي قرايتك ولا ديري الطبخ اللي كيعجبك. رحمه مسكينه ظريف الله يعمرها دار، بغات تعاوني بنت الناس رحمه، ما تخافيش منها. واخا فيها الضحك والهضره بالزربه وكتنفعل، ولكن قلبها بيض، وحتى هي درويشه ونيه عزيزه عليا انا رحمه بزاف، حتى انت عزيز عليها بزاف. بتسم حاضر راسو كيقلب الفرشيط وسط البايله وكيضحك وكيحرك راسو بالايجاب. كملوا الغداء وزادوا ساعه اخرى من موراها كيجمعوا. شويه شاف فيها يوسف وشاف الساعه وقال نمشيو يلا. ناضت هزات ساكها وناضت، خلاها غاديه قدامه وهو موراها. طلعت في السياره غاديين وكيهضروا على الطريق والمدينه. اول مره تجي لطنجه، اول مره سافرت هي فاش تحولنا لكازا، وفاش مشيت للرباط المره الفايته، ودابا حاولي ديري شي حاجه لصالحك انت، ديري داكشي اللي نفسك فيه، ما تحرميش راسك، عيشي الحياه وديري حدود ما تجاوزيهمش. حسيت بك باغا تقراي، باغا تخرجي من هاد الحياه، باقا صغيره تبارك الله، ومن حقك تعيشي وتستاهلي تفرحي. من خلال الحوار اللي دار بيني وبينك هاد النهار، حسيت بك باغا تبتي حضورك وسط المجتمع. وشكون كره؟ حتى واحد ما كره، عندك الاراده، خاصك غير العزيمه. ما يبغيش خويا، غتجلسي وغتهضري معاه بوضوح وتشرحي ليه بشويه شنو انت بغيتي، وشنو كتشوفي راسك، وشنو باغا ديري، ولا ياش باغا توصلي. وحاولي تزيني لي الفكره وتقنعيه بها، ويشوف حتى هو بالنظره اللي انت كتشوفي بها. وديك الساعه رجعي كملي قرايتك ولا مارسي هوايتك، مادام انك عارفه حدودك ومحترمه راسك، فما كاين لا شي يوقف في طريقك. شي حاجه اللي هي مزيانه علاش ما نزعموش عليها؟ وهو المشكل في لسان وكلمه واحده، هي نبقى جالسه خايف عليا وخايف يطيح معايا في شي مشكل. انا عارفه اخويا كيشوف مصلحتي في الزواج وصافي، انا كنهضر عليك انتي واش شايفه مصلحتك في الزواج؟ هذا اللي انتي غتزوجي عارف مصلحتك؟ عارف هو براسه مصلحته؟ ما تعتمديش على هذا اللي غادي يتزوج بك، حيت يقدر ما يطلعش كما انتي متوقعه، وتصدقي لا مصلحتك لا مصلحته هو. بالهدنه حاوري خوك وصافي. انا باغا ندير شي حاجه لراسي، ماشي نعول على شي واحد، خايفه نتزوج ونطيح في واحد كفس من خويا، وها هي حياتي ضاعت. ما بغيتش نضيع حياتي، كنقول دابا شي نهار نولي كيما انا بغيت. كلشي كيقول نفس الهضره، كلشي كيقول مازال غنولي لاباس عليا، مازال غنشوف راسي كيما بغيت. لا الا كان شي واحد مثلا مبلب الخيل بحالي، وكيكون ما عندوش كيشوف راسو من هنا لقدام، وكيقول فاش غنولي لاباس عليا غنشري عود، وراه باش انت توصل وتولي لاباس عليك وتوصل شنو بغيتي، وديك الصوره اللي انت كتشوف فيها راسك، خاصك تجاهد، تجاهد بالحلال. اما الحرام كيوصل دغيا وكيهبطك دغيا. المهم دير جهدك توصل لشنو بغيتي، وفي نفس الوقت تخدم لاخرتك. العمل والمثابره راه حتى هو عباده، فهمتينا مادموزيل شنو بغيت نقول لك؟ ما تربعيش يدك وتسني داك السن اللي انت غتشوفي فيه راسك وحده اخرى، امتى يوصل وانت ما دايراش ليه الطريق؟ غيوصل وتلقاي راسك مازال كيما انتي، وها احلامك تبخرات وما قضيتي والو. خديجه بقات ساكته كتسمع وتشوف فيه كيهضر وهو صايك. بدا كيشرح بيديه، وكل مره يدور عندها كيهضر بكل جديه، حتى لقى راسو وصل لباب الاوتيل. ابتسم ليها وقال كنتمنى تكون صفات القلوب. ردات عليه بابتسامه نعاودوها مره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا على هاد الخرجه، كنتمنى تكون هاد الخرجة مفيدة، ماشي خاوية وطالعة على الخوة الخاوي والهضرة الخاوية. على الله تكوني استفدتي مني واستفدت منك حتى أنا، وما نكونوش ضيعنا نهار من حياتنا في والو. لا بصراحة داز زوينة، حتى الوقت داز بالزربة، وحتى أنا عجبتني بزاف واستفدت بزاف بشي حاجة تنفعني، شكرا لك بزاف. دار فيها ابتسامته جدابة من جديد، حشمها خلاها كتدور في عينيها وقال نبقاو على اتصال أوكي. حركات راسها بابتسامه كتشتت النظر وخرجت من السياره، ما تلفتاتش موراها نيشان عاضه على شفيفه، حتى دخلت وهي تكع على واحد الحيط ملاصقه ظهرها معاه، وهز راسها في السما فرحانه طايره من فرحتها، حتى كيقفزها حمزه وهو داي الزربان. خديجه شافت فيه مخلوعه وقالت خلعتيني، واش يوسف مازال برا؟ ما عرفتش، ويلي دغيا مشى. طلعت كطير كتدق على رحمه اللي حلت لها ملهوفه تعرف التفاصيل، وجلست حداها كتبحث فيها. عودت لها خديجة كل شي من أوله حتى الآخر. طلعت رحمة حاجبها وقالت أويلي صافي هادشي اللي قضيته، هضرنا عادي وتغدينا وجلسنا شوية ورجعنا، حطوا لي القهوة شربت منها شوية نط للطواليط ورجعت، خفت يكون نرمالية تما شي حاجة دوخني،
شربته كنقول ناري الدوخة جاتني، ناري دار لي شي حاجة في الكاس، شوفي الهبال كي داير. سولني مالي قلت لي الدوخة، ضحك ليا وقال لي يمكن حطيت لك شي حاجة في الكاس. توقت ويلي عاقب هي وقال لي واش أول مرة تخرجي مع شي واحد؟ قلت لي آه. ويلي علي يدير لك شي حبة في الكاس؟ ما دارها لي حتى حمزة اللي كيطيروا عينيه خارجي، نبقى غاي وصفني ما كيهش العين في البنت واخا تكون كما بغات تكون. قال لي نبقاو على اتصال. مزيان اعطيه وقت شويه باش ما يملش ويهرب، ماشي تبقاي هاربه منه، راه ماشي من النوع اللي يبقى تابعك. الا شافك كتبيع دي غيولي يتراجع ويخليك على خاطرك ويقول هادي ما باغاش تهضر معايا وانا مبرزطه، راه هو فشكال داير، ما كيحملش بزز راسو على شي وحده وما كيبغيش اللي تبعو تلصق فيه كل قراده. وشنو المعمول؟ تقاربوا بشويه شويه هو وشويه انت حتى تتفاهموا. انا شفتك بديتي كتحني يا المصيخيطه، ياك ما كتبغيه. دورات خديجه وجهها حجمانه وقالت لا لا ويلي فين غنتعلق انا، مالي كاع هذا زهر عندي. باينه فيك وفي عينيك واخا تخبي تتعي، عينك فاضحينك وباينه يكون رد لك البال. اويلي ناري ما تقوليهاش وصافي صافي، نوضي نوضي نخرج ونضربوا دويره ما حدك لابسه، راه حمزه سبقنا للطوموبيل. حلقة اليوم كتنتهينا، تلقاو غدا ان شاء الله في حلقة جديدة واحداث جديدة. دمتم في رعاية الله وحفظه.